مساء الخير على كل اخواتي وصحابي. الفيديو ده ان شاء الله جايب لك فيه هدية جامدة جدا، وهي طريقة بسيطة جدا هتعمل لك حظر لجميع انواع الاعلانات اللي بتظهر عندك على الموبايل. فعشان ما اطولش عليكم، لايك للفيديو، انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس، كون واحد من اللي هيساعدوني اوصل لحد 100,000 مشترك. وما تنساش تعمل شير للفيديو ده لاي حد من صحابك معاه موبايل اندرويد. الموضوع بسيط جدا 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 يا شباب. كل اللي علينا ان احنا هنعمله ان احنا هنروح نفتح الضبط او الاعدادات الخاصة بالموبايل، بعد كده هنخش على الاتصالات، بعد كده هننزل تحت خالص لحد ما نوصل للمزيد من ضبط الاتصال، بعد كده هنخش على دي ان اس الخاص. هتلاقيه زي ما انت شايف بالشكل ده معمول تلقائيا. طبعا بعد ما تكتب اللينك اللي انا سايبهولك ده، بعد ما تدخل على الدي ان اس الخاص هتضغط على اسم مضيف مزود دي ان اس الخاص، وبعد كده هتكتب اللي انا كاتبه ده دي ان اس دوت a d g u a r d دوت كوم بالشكل ده كده يا شباب. بعد كده تعمل له حفظ، وبالطريقة دي هتلاقي الدي ان اس الخاص بيك اتغير، ومبروك عليك كده، انت مش هتشوف اي اعلانات تاني على اي موبايل اندرويد معاك. لايك للفيديو، ما تنساش تعمل شير وتفيد غيرك وتقول له مبروك عليك، انت مش هتشوف اعلانات تاني.